السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معكم كرم بيت 203. مبارك عليكم الشهر الفضيل. اليوم معنا لعبة جديدة على القناة، بس لحظة قبل ما أبدأ المقدمة خلوني أقصر صوت الميوزك لأني اعتقدت أني مقصر بس يطلع صوته يعني عندي قليل، بس عندكم يصير قوي. طيب حلو، تمام كذا، تمام، اعتقد أنه كذا تمام. طيب الحين هذه اللعبة جت من أحد المشتركين اللي هو محمد 12، الله يعطيه العافية، جاب اللعبة الجديدة وشكله يعرف أني مدمن ألعاب محاكي. هذه اللعبة محاكي محط البنزين. أنا فعلا شفت اللعبة قبل فترة عند صالح أوبلز، بس كانت ديمو يعني تجريبية، بس قال لي إن له مقطع عند أوسمز بتعليقه، يقول أبو عابد في لعبة أسطورية دوبها نازلة في ستيم وأنا شفتها عند أوسمز، والله خرافية، شوف المقطع عنده وإذا عجبتك نزل عنه يا عسل. طيب أنا صراحة يعني بس شفت بداية عند أوسمز وصراحة مختلفة اختلاف كلي عن التجريبية. أنا اللي شفته عند صالح وقف، وش اللي شفته ما شفته يا أخي؟ قدامك ديمو بالحرف الكبير، أعوذ بالله. يا شباب آسف ترى ما انتبهت إلا بالمونتاج، صالح يعني كانت لها شهور تقريبا، بس الحين أنا ما أدري، أنا ما دخلت اللعبة ولا لعبت، لكن اللي خلاني أتهول منه إنه مجانية على ستيم، ما أدري هي تجريبية ولا لا. أنا حملتها الحين بس ما دفعت ولا شيء. الله يسترح، وش الصوت؟ شلون اقصر الصوت من هنا؟ اعوذ بالله الصوت قوي. طيب هذا ظاهر او ما ادري، والله اني ما ادري، اقصر اي شيء نشوفه قصر بس. طيب حلو، هالحين تقل اشوى شوي. هالحين شو السالفه؟ في تليفون، ايه ما ادري ايش مكتوب ولا اني فاضي اترجم، لكن شلون ايه خلاص. طيب هذه المحطه وبين يبين لي ظهر علامات نفس هذه، لا شكله تجريبي. يا سلام على الذكاء، ولا هتطشت يا ابني حطه تحتك عشان خاطر الذكاء اللي بينزل منك ما يضيعش على الارض. شكله التجريبيه مي نفس اللي عند اوسمز، لكن ما في مشكله، عادي نزل الحلقه الاولى على التجريبيه، واذا ان شاء الله عجبتكم وشفت الدعم له ان شاء الله اشتري الاصليه، مع اني ما حصلت اصليه، ما ادري شلون، ما ادري الا او اني ما دورت بزياده، اني لقيت هذه وحملت على طول، لكن راح ابحث عنه وحمله ان شاء الله. لكن هنا وش مطلوب؟ ما ادري، فيه صور سيارات، ما ادري تعليمات او سوي اكسل. طيب هنا الظاهر يبيني انظف. وش البي سي؟ طيب وش فيه هنا؟ طيب هذه حلو، اي هذه نشتري منها البي سي. طيب هالحين شلون اضغط تاب؟ اي تاب، علق على تاب واجيب المكنسة وانظف هنا، وان شاء الله اذا عجبتكم يعني اللعبة هذه لا تنسوا اللايك وبينوا لي بالكومنت، وان شاء الله باذن الله احمل الاصلية صح، لاني ما دورت بالحيل، لكن اعتقدت اني حملت نفس اللي عند اوسمز بس صارت تجريبية، هذه نفس اللي شفت بالضبط عند اوبلز، لكن ما في مشكلة راح نحمل ان شاء الله، بس اذا عجبتكم، واذا ما عجبتكم عاد نسحب عليه ما في مشكلة. طيب هالحين وش باقي؟ 25، ايوه هنا. طيب لا المحطة نظيفة يعني ما هي مثل. طيب هالحين وش اضغط تاب؟ حط على اليد. طيب خلاص ما في مشكلة. شلون وش اللي يقرط؟ ايه كليك يمين، علق عليه لحد، ايوه تمام. طيب من هنا، لا حول. طيب من هنا جت
طيب يلا 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 الحين وش فيه هنا؟ في شيء يطلع لي هنا بس ما أدري وش بالضبط. زبالة كبيرة هذه. طيب لازم أكنس كل شيء، لازم ننظف كل شيء. كم كيس فيه؟ كل هذول يعني 10؟ ها يلا باقي واحد، والثاني الثاني مع انه ما حسبوه بس ما في مشكلة نشيله ونقرب. طيب الحين وش باقي وش باقي وش باقي؟ وش هذي؟ الفيول. ايه ظهر المحطة. ها طيب خلاص، وين السيارة؟ فيه متطلبات بس ما ادري وش بالضبط. طيب هذه مديني شيلة؟ لا. وش المطلوب يعني؟ لازم افتح المترجم. خلوكم معي لحظة، ترجمت السالفة. يقول ايه سيارتين بس توني يجن سيارات، انتظر السيارات من اليوم. طيب هنا وين؟ طيب وش اضغط؟ كليك يمين يعني او لا؟ ايه شلون اشيله؟ وش اللي يشيله بسرعة؟ لازم يجي على نفس الخط، ما يزود ولا ينقص. حلو تمام. يلا فارج. ايوه باقي الثاني، هذا الثاني. حلو. لا الحين عرفنا وشون نعبي وشون نشيل نفس اللي حق البنزين. طيب هنا اوب شنو؟ حلو بالملي بالملي. طيب الحين وش باقي عندي؟ وش يبي وش يبي هنا؟ نفتح نترجم ثاني مرة ونشوف. يقول لي خدمة عملاء المتاجر. اي عندي الظاهر زباين داخل المحل. وش فيه هنا؟ طيب يبي ثلاثة، وين هم الثلاثة؟ ما أدري. طيب خلاص، وين الزباين؟ ما في أحد. أو نفس محطة بنزين يعني تأخرون شوي. هنا وش دخان؟ وهذا وشه؟ ما أدري. ها في أثر هنا، لازم ننظف. ننظف محطتنا تصير أحلى محطة. طيب وين الزباين؟ أنا أبي الزباين، وين راحوا اللي مكتوب ثلاثة؟ هنا وش فيه؟ لحظة لحظة لحظة، في شيء في شيء. وش يا السرعة ما توسخ، ظاهر مني أنا. طيب وين؟ ايه ايوه ايوه هذه اول، هذا اول زبون. زبون ولا زبونة؟ لا زبونة. طيب يلا وشمعت. ها ايش فيه؟ ايوه شلون اقدم؟ لا ما ابي الكمبيوتر. طيب السالفة. اها طيب وش اللي يقدم وش اللي يأخر؟ هي طيب وين؟ يلا ما في مشكلة. وين شفت؟ اي شفت اللي يحرك السيل. طيب ايوه هذا بدولار ونص، وهذا الثاني بدولار ونص بعد. ها ما ادري، ما نتأكد من السعر بس كأنه. طيب باقي شيء؟ يلا طيب هذا الزبون اللي بعده. ويلا الحين وشون؟ يلا ايه لازم اضغط على نفس السلة. طيب هذا وش عنده؟ انا ما ادري كم يطلع سعر هذه.
حاس وثين مرة. طيب هذه خذت ايس كريم. طيب ايش تبون؟ نبي ايس كريم. طيب هذه حلو. في شيء ثاني؟ طيب معقولة كل الأغراض بالمحطة الفاشلة هذه؟ طيب بس هذول الأغراض؟ والله واجد الأغراض واجد. طيب خلاص انتهت. طيب يا كثر فارج وخلاص. طيب وهذا بس هذا خلاص. يلا يلا خلص عود داخلين بعض. ايوه هذه لا يجي احد غيره خلاص ابي عبي انا محاكي محطة مو محاكي محاسب. بعدين وش هالمحطة اللي عندها التطور وعند السير هذا ما اشوف الا بالسوبر ماركت الكبير يعني مثل بعض الأسواق الكبيرة ما أشوفه عند بقالاتنا ما أشوفه بقالاتنا كبيرة ما أشوفه عنده. طيب خلاص انتهوا. هذا الوش لا 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 مسكر 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 إلى شو راح أذلفه. طيب الحين ايش عندي؟ خلصنا ثلاث زباين بس فيه طلب ثاني بس ما أدري وش بالضبط. خلونا نفتح مترجم. وهنا وش يطلب مني من اصلاح سياره. اها اي في ورشه صح في ورشه نسيت انه فيه ورشه هنا على جنب. طيب وين السياره؟ لا يكون تاخر بعد. طيب بضطر اني اوقف لحد ما وش فيه مرايا ما في اذكر ما في اشياء كثيره في كفرات بس فيه مرايا. ايوه هذه اول سياره وبس سيارة واحدة اللي يبون صالح. يلا انزل بسرعة انزل سكر الباب. طيب حلو بس 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 ما ادري ارتفع اروح. طيب وش اللي معه وش المشكلة اللي معه؟ طيب هنا كفرة. وش نضغط وش نضغط فيه قطعة في شيء معنا؟ لا. طيب شفت نضغط شفت ايوه نفك الاولى. اعوذ بالله التحكم فاشل. طيب وهذه كفرة جديدة بس تبي كفرة بس كفرة بجنطة تاخذ على طول. طيب بدل الكفرة الحالة وليه؟ طيب هذه بجنطة وين وديها؟ لا يكون بعد تاخذه معه لا ما تاخذ. طيب وتحتاج ايه هنا تحتاج تلميع او عنده تحتاج ان تصبغ هنا الظاهر. ها طيب شضغط انا ايوه. طيب باقي هذا خلاص تمام. الحين عنده المراية هذه. يلا الحين ناخذ المراية نبدل بس المراية الخارجية هذه. ايوه طيب طيب شو المشكلة؟ أيوة خلاص الحين خلصه. طيب 24 دولار حلو تمام. يلا خلاص روح اشتح رين ورات ناس الظاهر. طيب هالحين عندي ما أدري وش المطلوب مني في 85 يبون مني 400 بس ما أدري وش المطلوب بالضبط. يمكن يبيني يطلع يعني 400 او لا ها يا كثر الناس يا ساتر. وش اللي يبي مني هنا؟ طيب طيب يلا خلص. وش اللي فوق طلع لي كأنه بخاخ؟ والله اني ما
ايه هذا يبي بنزين. في اشياء كثيرة، في اشياء كثيرة عندي. طيب ايه انقلع يلا خلاص. طيب يلا شفت مش سير. طيب يلا خلاص. ايوه هنا صار 110. طيب يلا كم عندنا، كم زبون، كم زبون، الله يستر. والله انا اشوف السيارة الوقفة واجد، لكن الحين نبي نخلص هذا، ابي اخلص هذا وارجع لكم. خلصت الزباين وباقي المحطة. والله يا اللعبة انها ممتازة هذه، يعني فيه اكثر من شغلة عنده. هذاك حرك يا ولد، روح، تأخرنا عليه وزعل اللي. طيب خلاص عبينا لك بنزين، وش عندك الحين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الحين هذه وش تبي؟ كوكيز، ما في شيء ثاني. يلا يلا فارتي، هذه جت. طيب يا شباب الحين انا توهقت، ما ادري شلون اقفل المحطة خلاص، بس اعتقد نفس تقفيل تبع الاصلية. اذا هي عند اللوحة، روح اللوحة طفي الكهرب. في لوحة هنا؟ لا لا والله مين موجودة هنا. طيب الحين وش الحال، وشلون يقفل، وشلون يقفل؟ يمكن من عند نفس هذا. طيب هنا وش فيه؟ ما ادري والله، لكن شلون نطلع من هذا؟ طيب اطلع. ايه هنا هنا يعني دايخ. طيب عاد الى هنا ننهي حلقة اليوم. الله يعطيكم العافية على المشاهدة، اتمنى تكتبوا لي بالكومنت يعني نستمر على اللعبة، يعني روح حمل الاصلية او لا، اني ما ادري. انا اشوف انها خرافية وممتازة وتستاهل، وتستاهل يعني نسوي لها سلسلة على كثر السلاسل اللي عندي، لكن نسوي لها ان شاء الله. ويلا لا تنسوا اللايك والاشتراك، واتمنى تكتبوا لي بالكومنت. يلا نشوف كم واحد يطلب اني انزل حلقة ثانية عن اللعبة هذه وبالاصلية. ويلا في امان الله.